تحكي شو صار ماما؟ شفتي كيف أنا طلعت بهتم بالعيلة وبسمعتها؟ وبالأخير أنا يلي كشفت الوجوه الحقيقية لهدول وشفتي بعيونك كيف طلعوا كلهم كذابين. هدول هن يلي كانوا عم يتظاهروا بأنهم مهتمين بعيلة وبيحموها على أساس. لا بارنتي، انتي مو مهتمة بأمور العائلة أبداً. لو عن جد الموضوع بيهمك ما كنتي رح تكشفي الحقيقة قدام الموجودين كلهم. انتي هيك هنتيني إلي أول شيء، وهذا اللي كان بدك إياه. وانتي أكيد هلأ مفكرة حالك إنك عملتي إنجاز، بس انتي هلأ ما جرحتي حدا غيري. مبسوطة مو هيك؟ وهلأ أنا ما عاد بدي أشوف وشك هون مرة تانية. يلا انقلعي من البيت. طلعي. بس ماما أنا حاولت إنه أقول لك الحقيقة كذا مرة من قبل وأنتي كنتي دايما تصديني وما تقبلي تسمعيني. أنا احترت لمين لازم أخبر الحقيقة وما حدا كان يقبل يصدقني. أنا شو كان لازم أعمل؟ ما سمعتي شو قالت ماما؟ طلعي لبرا. أدهش؟ عمل لك طلعي. عم يقول لك طلعي لبرا. بس هيك مو عادل أبداً. انتو عم بتقلعوني مو هيك؟ طيب ماشي، بس اسمعوني منيح شو بدي قلكم بالأول. أنا بدي أوعدكم عائلة مهيشواري كلها ياتا ما رح يصير عندها وريث لاسمها العائلة. شي بس لأني ما بقدر جيب أولاد، وهدول الاثنين بس مشان هيك عم تميزون عني. عائلة مهيشواري اسمعوني كتير منيح، ما رح يصير في حفيد لهالبيت. كمان بحياتكم ما رح تسمعوا ضحكة أو صوت ولد طول ما أنا برا البيت.
خليكم تندموا ليش قلعتوني من هون. إذا بتريدي سامحيني ماما، أنا عملت هالشي هذا كله بس مشان أمي، لأنه ما كان حدا فيكن عم بيقدر يتقبل هذا الولد اللي ماله ذنب. أنا ما كنت حابة إني أزعجكن أو ضايقكن. أنا من بعد اليوم ما بدي أطلع بوشكم. وأكثر من هيك ما عاد في داعي أشرح أي شي راجل. هالعيلة انتي بتعتبرينا عائلتك ما هيك؟ كيف ممكن الواحد يعمل هيك بعائلة؟ وبعدين انتي ما حاولتي حتى انه تحكي عن هالموضوع هاد يا راجيني. بس مرة وحدة كان لازم تقولي لنا. بشو كنتي عم تفكري وشو خطر ببالك تعملي فينا هيك؟ انت كان لازم تجي وتطلبي مني اني ساعدك بهالموضوع، وانا كنت رح ساعدك اكيد وقتها، بس انت ما حكيتي ولا كلمه وخليتيني اعمل الحفل اليوم بالبيت. معقول ما فكرتي فينا؟ وفوق كل هاد انت شاركتي بالحفل وكانه ما عملتي شيء. أنا عم حاول إنه أفهمك إنه أنت عملتي كل هاد الشي كان كرمال أمك، بس كرمال واجبك اتجاه أمك وإحساسك بالظلم أنت كذبتي وخدعتينا كلياتنا. بس أنا هلأ فهمت، لو هالموضوع هاد كان مع واحد منا من البيت ما كنتي عملتي هيك، وأنا هلأ متأكدة من هالشي. لا ماما، ما في داعي تحكي معها، الحكي بهذا الموضوع ما رح يفيد أبداً. لو سمحت ما تحكي هالحكي، أنا لازم أحكي معها،
هذا الموضوع بين الأم وبنتها، وإذا البنت كذبت على أمها معناها بتكون هاي الأم غلطت غلط كبير. وأنا هلأ رح أعترف إني غلطت غلط كبير، إنه قبلت ابني يتزوج من بنت مثلك. وانت لك شي. انا شو كنت عم قلك يا ابني؟ كيف قدرت تخبي هيك موضوع عن امك يا ابني؟ اطلع على حالك، انت لساتك عم تدعمها. ماني قادرة أصدق إنك تعمل هيك شيء. أنا بدي روح، بدي روح من هون. في شغلة بنتي سوارة، بحياتك ما كذبتي علينا وما عملتي مثل أختك راجيني ما عملت. أنت أحسن منها. نحنا يمكن يجي يوم ونسامح لك شي، لأن هو فكر بطريقة غلط، بس راجيني مستحيل نسامح، لأنه راجيني مو أول مرة بتتصرف هيك، بتتصرف وبتكذب علينا كلنا. راجيني عملت غلط كتير كبير، وهي أهانت كل عائلتنا اليوم. خلونا نروح. أنت شايفتيني غلطانة؟ وأنت كمان بدك تروحي مثله؟ إيه راجيني؟ أنت غلطانة. ليش راجيني؟ ليش اخترتي طريق الغلط اللي كله كذب وخداع مع انه هدفك حقيقي؟ ليش هيك شوهتي حالك بنظر الكل؟ وانتو كنتو بتقدروا تحلوا الموضوع بطريقة اسهل واحسن للكل. لا سوارة، انتي شو مفكرة؟ يعني إنه أنا ما حاولت دافع عن رأيي؟
السوارة، ما حدا كان عم يفهم وجهة نظري. شو فيني أعمل؟ هالمجتمع وماما وبابا وعمتي وحكي ستي كمان كلهم كانوا عم يضغطوا على أمي مشان تأجهد الولد، وماما كانت بدها تنزله للولد بس مشان تخلص من حكي العالم. سوارة أنا ما كان بدي إنه ماما تخسره لهذا الولد أبدا. بتمنى لو إني ما عرفت بهالحكي يا راجيني. أنا ما كنت رح أسمح لك تعملي هيك. أنا بعرف سوارة، بس مو كل العالم مثلك أنت. ماما ما كانت قدرانة تتحمل حكي العالم، ولهيك تصرفت بهالطريقة لأنها الحل الوحيد. ومن زمان عم حاول أحكي لك سوارة، بس أختي ولا مرة سحلنا إنه نبقى لحالنا وأحكي لك. بالصالون وبالمطبخ وبغرفتك كمان وبوقت التبجيل، وحتى لما أتصل على تليفونك ما قدر حاكيكي، حتى أني رحت ولحقتك على بانتا، بس ولا مرة زبطت معي وقدرت أحكي لك. كلام راجيني مزبوط سوارة. من لما رجعتي لهون حاولنا كثير، بس ولا مرة زبطت معنا إنه نحكي لك، وعلى طول كان يجي حدا لعندك. ولازم تعرفي إنه صح أنا بعرف بكل شيء، بس راجيني هي اللي لازم تحكي لك سوارة. عن جد أنا ما بعرف شو بدي إلكن. بس كل شيء بعرفه هلأ إنه أنتم كذبتوا علي، وعلى فكرة هي الكذبة أنا ما رح أقدر أنساها شو ما عملتيلي. حتى لو كنتي عم تضحي بالفترة الماضية، بس هلأ أنا مضطرة أنسى تضحيتك بسبب الكذب. عملتك بشعة كتير. أنتي بتعرفي شو صار هون؟ عملتي إحساس الكل مسخرة عندك. سوارة بعرف إنك تعذبت كتير بالفترة الماضية، بس لو كنت بمحل راجيني شو كان رح تعملي؟ لا سانسكار، سوارة لو كانت بمكاني ما رح تعمل هيك. أنا كذبت وخبيت الحقيقة لأنه بعرف إنه هالعيلة كتير بهمة شو رأي المجتمع وشو بيحكوا العالم، لأنه سمعت العيلة مهمة كتير وبالأخص بالنسبة لماما وبابا، وما بيرضوا يصير شي غلط أبداً. سوارة لو كانت مكاني كانت رح تقاتل المجتمع لتحمي هذا الولد. معك حق بكل شي سوارة، فعلا أنا وحدة ضعيفة. بظن إنه أنا ما عندي الشجاعة لحتى أواجه. لا راجيني خلص، لا تحكي هيك. أنتي ما أنك ضعيفة بنوب، الحقيقة أنا عن جد آسفة، أنا ما تفهمت لحالتك صح. الواحد بهيك موقف فعلا لازم يكون عنده شجاعة كتير. أنتي قوية سوارة، لكن العائلة كلها تركتني لحالي بسبب كذبتي وبسبب الشيء اللي عملته معه. إذا أنت رح تتركيني كمان مثل ما تركوني. لا راجيني حبيبتي، مستحيل أتركك لحالك. أنا بوعدك سوارة،
ماما، ماما عن جد معصبة مني كثير. أنا جرحت لها قلبها بهاي العملة تبعي. أنا خجلانة حط عيني بعينها مرة تانية. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.